تحت قساوة الحياة في وسط البر، شيرة قومت لمدة 400 سنة وصارت شجرة الحياة. هذه الشيرة اللي صارت معلم من معالم البحرين لغرابة وندرة حالتها. الكل يتسأل شلون يعني هالشيرة قدرت تعيش بدون تسميد وبدون حتى ما يروي عطشها طول هالسنوات، مئات السنوات اللي احنا ذكرنا. الغرابة هذه خلت يعني شجرة الحياة تصير مزار سياحي يتهافت البحرينيين وغير البحرينيين حق زيارتها، وصارت أحد أشهر المعالم السياحية في البحرين. وما قصرت هيئة الثقافة، قامت بالاهتمام بها وسوت سور وبعض المرافق المتواضعة عشان تخلي شجرة الحياة معلم سياحي بارز في البحرين. بس أنا من الناس اللي ما قد زاروا شجرة الحياة وقررت أزورها وأنقل لكم هذه التجربة، خلنا نشوف معاكم. شجرة الحياة عمرها أكثر من 200 سنة. هذه من المعالم الرئيسية في البحرين، حتى في المدارس يعلمون العيال أن من أهم المناطق السياحية في البحرين هي شجرة الحياة. أنت الحين متأكد من الطريق؟ ولا ساين يانا أن في شجرة حياة هني؟ أكو شجرة الحياة، إحنا صح شجرة الحياة. كاهي شجرة الحياة. شنو ما في طريق؟ مقطوع لهني ما ادري الحين جايك حاسب للغرز. لا ان شاء الله لا. لا اله الا الله، لا اله. شوي ما ادري، ما كنت من مسافة في ماي؟ اي والله اتوقع هناك. يبينا نروح، ما في ماي. ليش ما في ماي؟ شفنا التقرير، شجرة الحياة مكان في غاية الروعة. يعني يوم رحت هناك كان في العديد من السياح، العديد من الناس، لكن للأسف المعلم كله مو مكتمل، مع أن هيئة الثقافة ما قصرت واهتمت وخذته وصورته وسوت في بعض الأمور، إلا أنه ما نقدر نطلق عليه مشروع سياحي مكتمل. عشان نتعرف أكثر عن المعلم عن قرب راح يكون معنا اتصال مع الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة، مدير المتاحف في هيئة البحرين للثقافة والآثار. مساء الخير الشيخ. مساء الله بنور العافية. أتمنى تكون تابعت معنا التقرير. السؤال الأول هو، هل هيئة الثقافة والآثار راضية عن مستوى شجرة الحياة كموقع سياحي توافد عليه الآلاف من الزوار؟ والله في البداية هو موقع قلعة أو شجرة الحياة، وهو جزء من المشاريع اللي قامت بها هيئة الثقافة والآثار من خلال إنشاء مراكز الزوار والمتاحف والمواقع كجزء من مشروع استثمار في الثقافة اللي دشنته مع الشيخ ميبي بن محمد الخليفة رئيسة الهيئة، بالتعاون مع القطاع الخاص في تعزيز مكانة هذه المواقع التي لم تحصل على حصتها من الميزانية الحكومة لتطويرها. فمن خلال هذا المشروع تمكننا من إنشاء العديد من المنشآت الحيوية اللي عززت البنية التحتية الثقافية
وموقع شجرة الحياة هو موقع استثنائي يقع في الصحراء، ومثل ما شفته هو يعني ليس في منطقة مأهولة، وأردنا أن تكون المرافق الموجودة تعزز من زيارة الزائر. يعني هي احنا ما نبخس جهودكم الواضحه وان اهتمامكم بهذه المنطقه يعني اللي كانت مهمله لفتره طويله، لكن يعني تعرف احنا شعب البحريني طموح ويحتاج الاكثر. هل فعلا انتم تاخذون وتقيسون ردود افعال الزوار وتشوفون شنو اللي يحتاجونه عشان يصير هذه المرافق يعني كمعالم سياحيه مكتمله؟ لان في وايد الامور تكسرها الشيخ، يعني احنا لما رحنا شفنا ان حتى يعني ما في حتى مكان الواحد يقدر يشتري منه مرطبات، ما في كشك يبيع سوفينيرز او الهدايا التذكاريه مثل ما نسميها. اي نعم، انت مثل ما شفتي الله يسلمك هو مركز الزوار اللي انشئ، يعني طبعا اخذ في الاعتبار خصوصيه المكان، ما بغينا انه يكون هناك شيء دخيل او تلوث بصري للموقع، ولو شفتيه منسجم مع البيئه الصحراويه، وهذه كانت الفكره من مركز الزوار. ما بغينا انه يكون مبنى شاذ او دكاكين او ما الى ذلك، يعني يعكر صف البيئه الصحراويه المحيطه بالشجره. واضحه وجهه نظركم شيخ. مفتوحه، واحنا مثل يمكن لاحظتي هناك مسرح كذلك موجود خصص في التصميم للانشطه الثقافيه اللي بامكان تنظيمها في الموقع، لكذلك تكثيف تفاعل الجمهور مع الموقع. وقمنا في الماضي بامسيات موسيقيه من خلال فرقه الحان بن فارس وفرقه الشباب في موسم الشتاء، وشفنا كثير من الزوار وجذبت هذه الامسيات، مثل ما قلت اللي يبيعون المرطبات او اللي يبيعون بعض الاكلات الموجوده. فالانشطه هي اللي تحفز الموقع، ودائما احنا يعني في الثقافه نؤمن ان الانشطه وهذه الفعاليات هي اللي تعزز المبنى وتعزز مركز الزوار وهي اللي تجذب الناس. سعارة الشيخ، يعني بس بقينا نتكلم بعد عن موضوع الشراكه مع القطاع الخاص في الاستثمار في السياحه، هل هناك فعلا في تعاون من القطاع الخاص في دعم المشاريع اللي تكون فيها الهيئه؟ نعم بلا شك، المشاريع كثيرة، ومشروع شجرة الحياة بالأخص كان بدعم من شركة بابكو، وهم لهم تجربة إيجابية مع هيئة الثقافة، وإحنا شاكرين لهم تعاونهم المستمر في مشاريع كثيرة وأنشطة قادمة إن شاء الله. وكذلك المواقع الأخرى كانت مساهمات من القطاع الخاص بشكل كبير، ونذكر أول مشروع من استثمار الثقافة متحف قلعة البحرين اللي كان بدعم بنك أركابيتا، والمشاريع كثيرة والتعاون مستمر مع القطاع الخاص أنهم شريك في التنمية بلا شك. ممتاز، ألف شكر الشيخ خليفة بن أحمد الخليفة مدير المتاحف بهيئة البحرين للثقافة والأثار.